السلام عليكم، تحياتي واحتراماتي. اليوم هو آخر يوم في ثانوية النصر التأهيلية بمركز حد البلدية، وحبيت ندير هذا الفيديو هذا لتوثيق هذه اللحظة هذه، وكذلك وأهم شيء هو أنني نشكر الناس ديال البلدية، الناس ديال بني عمير الشرقيين اللي دوزت معهم واحد الفترة طويلة من حياتي منذ سنة 1999 وأنا في هذه المنطقة الطيبة. واليوم هو آخر يوم عمل بثانوية النصر اللي اشتغلت فيها واحد مدة طويلة، وكذلك بثانوية عمر بن الخطاب هنا في البلدية. حبيت ندير هذا الفيديو هذا باش نشكر الناس ديال البلدية، جميع أطياف ديال الناس ديال البلدية، من التجار، من أهل العقار اللي كريت عندهم، الحرفيين، الناس اللي تعاملت معهم، الجيران، الأصدقاء، التلاميذ، الأساتذة اللي خدمت معهم فترة طويلة جدا، الأطر الإدارية، السي علي بوغروم، السي حمادي الله يرحمه، السي سهام، السي محمد المخنطر، قاعد الناس هادو أود تقديم الشكر لهم. ونشكر بزاف الناس ديال البلدية، أهل الكرم، أهل الطيبوبة. شرف لي كبير جدا أنني درست في هذه المنطقة هذه، وشرف لي أن واحد العدد ديال الأطر ولاد البلدية، دكاترة، مهندسين، أطباء، ممرضين، اللي مشى للخارج، واحد العدد ديال التلاميذ، لي الشرف أنهم قراو عندي، تلمذوا عندي، أعطيتهم شيء من عندي ولو قليل جدا، ولكن شرف لي أنني تعاملت مع هاد الناس هادو، مع هاد التلاميذ الطيبون الذين يستحيون فعلا. يعني الناس مازال عندهم الحياة، مازال عندهم يعني الروعة ديال التلاميذ قريناهم في هذه المنطقة هذه ديال بني عمير. شكرا أهل البلدية، شكرا على كرمكم، على سخائكم، على عطائكم، على تعاونكم، على تفهمكم. وأكيد أنني أنا بحكمهم الحرفيين، الناس اللي تعاملت معهم، الجيران، الأصدقاء، التلاميذ، الأساتذة اللي خدمت معهم فترة طويلة جدا، الأطر الإدارية، السي علي بوغروم، السي حمادي الله يرحمه، السي سهام، السي محمد المخنطر، قاعد الناس هادو أود تقديم الشكر لهم. ونشكر بزاف الناس ديال البلدية، أهل الكرم، أهل الطيبوبة. شرف لي كبير جدا أنني درست في هذه المنطقة هذه، وشرف لي أن واحد العدد ديال الأطر ولاد البلدية، دكاترة، مهندسين، أطباء، ممرضين، اللي مشى للخارج، واحد العدد ديال التلاميذ، لي الشرف أنهم قراو عندي، تلمذوا عندي، أعطيتهم شيء من عندي ولو قليل جدا، ولكن شرف لي أنني تعاملت مع هاد الناس هادو، مع هاد التلاميذ الطيبون الذين يستحيون فعلا. يعني الناس مازال عندهم الحياة، مازال عندهم يعني الروعة ديال التلاميذ قريناهم في هذه المنطقة هذه ديال بني عمير. شكرا أهل البلدية، شكرا على كرمكم، على سخائكم، على عطائكم، على تعاونكم، على تفهمكم. وأكيد أنني أنا بحكم مدة طويلة اللي دوزتها في هذه المنطقة هذه، كنحسب راسي ولد البلاد، ولد البلادية. الحمد لله، خليت البصمة ديالي في هذه البلاصة هذه، وذلك بفضل ديال الناس، بالاحترام ديالهم والتقدير ديالهم، وكنتمنى لهم كل خير، وكنتمنى لهذه المنطقة هذه كل خير، الازدهار والتطور، ولوليداتها يعني يوصلوا لداكشي اللي تيتمناو. تحية لجميع الآباء ديال التلاميذ اللي قريت، تحية
الناس اللي تعاملت معهم صفة شخصية، أصحاب مكتبات، أصحاب الحوانت، الحريفيين، جميع أطياف ديال الناس ديال البلدية. شكرا لكم جزيلا وتحياتي. وكما قلت لكم أنا راه وليت برداوي، وأكيد أن العلاقة مع البلدية غادي تبقى دائما وستظل دائما إن شاء الله. مرة أخرى شكرا وألف شكر أيها الكرماء، أيها الطيبون، جزيتم خيرا. السلام عليكم.